المغرب راه ماشي غير التضخم في الاسعار اللي كيتقلع القدره الشرائيه ديال الطبقه المتوسطه، راه كذلك المصاريف ديال التعليم وديال الصحه حتى هي كتاخذ واحد الجانب مهم يعني في المصاريف ديال هاد الاسر. هادشي علاش يعني اساس يعني التعزيز ديال الدوله الاجتماعيه والاصلاحات المهمه اللي بديناها في الصحه وفي التعليم. ومن هنا منين غناخذ الكلمه على هاد الاصلاحات، لو سمحتوا المواطن غادي يلقى المدرسه العموميه اللي بغا لوليداتو، وغادي يلقى الرعايه الصحيه ليه وللاسره ديالو. وهذه هي الدوله الاجتماعيه كما بغاها سيدنا الله ينصرو، واللي هذه الحكومه خدامه عليها ليل ونهار بسياسات عموميه واضحه، وحنا منسجمين مع انفسنا داك الشيء اللي التزمنا به، يعني محققين فيه نسبه كبيره ديال الانجاز، واللي باقي في الاولويات ديالنا ان شاء الله في الشهور المقبله. باقي لنا تقريبا 5 شهور باش نكملوا يعني منتصف المسار، نص ديال الطريق. نتمنى على الله انه من هنا لتماك غادي نكونوا زدنا بواحد العدد ديال المشاريع، يعني نفرحوا المغاربه بهم ونكونوا في المستوى، ولا يعني انه نجحنا في هذا الشيء راه المغرب كله اللي نجح، ماشي اغلبيه ولا معارضه.